حبيبي يا روبت، والله العظيم عارف انت نورت حياتي حبيبي. حرامي حرام يا جدعان. فين ابن الكلب ده؟ اهو الحرام اهو. هقول يا جدعان والنبي اهو. انت انتصيت في نوادرك يا لطفي. مين دي اللي حرامي؟ انا اللي حرامي وكتاب الله ما حرام. ده هو اللي حرامي وستين حرام. لا انت اللي حرام. الولد ده سرق الحلق بتاع امي ومش راضي يرجع لي الحلق ولا راضي يديني ثمنه. هات الحاجه بدل ما اسويك بعرض الشارع. جدعي الحق يا لطفي، جدعي الحق. انت شلوحت في نفوخك يا ولي، اتشلوحت في نفوخك. ما تديله حق ده انت لما اسلمك الحكومه. حد يبلغ الاتار يا جماعه. شكلهم معرفه. الواد ده شكله استاذ خنفت عليه وسرقه. وكتاب الله انا ما سرقت حاجه. انا مش معايا الحلق. انا لو معايا انا فاهم. انا فاهم. اصل هو اتصرف في الحلق عشان يرجع لي فلوسي. بس انت حضرتك بهيم ما تفهمش حاجه فتخرج. يا نهار ازرق على الكذب يا جدع. يا جدع انت حرام يا جدع. انا عملت صح يا جدع. جرى ايه يا لطفي؟ جرى ايه؟ هو انا سرقتك في ايه يا اخي؟ ده الظلم وحش يا اخي، الظلم وحش. ده الظلم زي الزفت يا صاحبي. خلاص حقك عليا انا معقولك. خلاص يا جدعان، ده ابن عمه احنا خلينا مع بعضنا مصروفين بطن تخيل. خلاص خلاص اهو كان منزلني. انا بحطيتك خلاص. يعني ما عدتش تقول لي على الفلوس والحلقه دول تاني؟ وربنا ما يحلف تاني. خلاص يا جماعه كل واحد يروح لحاله. يلا يا جماعه يلا يلا امشوا. نور السود ده طيارك. امورين يا خالتي. ما يأمرش عليك صالح. انت فاكر امبارح العيال اللي انت جبتهم لي وانت قلت لي ان هم سألوا عليا وانا قلت لك هاتهم لي؟ اه فاكرهم. مالهم؟ تقدر توصل لهم؟ اه طبعا اقدر اوصل لهم. احضرهم لك وقتي. لا انا عايز اعيل واحد منهم بس. اني واحد يا خالتي؟ السفيف ده الابيضاني الحرق. انا عاوزاه. انت ما لقيتيش غير الواد ده خالتي؟ ده عيل زباله ملوش لازمه. او تعيل خلقه ربنا. اهو انت كده طمنت قلبي. ربنا يطمنك. يعني انتوا بتغفلوني وانت عامل نفسك بتتعارك معايا عشان تقلبوا الناس؟ ده انتوا عالم عايزه الحرق بجزنتن. طب ايدك بقى بعد اذنك يعني عشان الاكل ده من فلوس مسروقه. مش واكل منه. استغفر الله العظيم. استغفر الله. بس الكبده حلوه موت. نعم نعم. كبده ايه؟ اكلت الشجوق؟ ماله؟ شجوق؟ ماله؟ موحوح موحوح. بقول لك ايه؟ نعم. انت عارف انا فكرت كتير وخدت قرار. حكايه ايه؟ مفيش سرقه تاني من بعد النهارده. صح يا حراق. انا بصراحه نفسي اطلع اعمل عمره بس دول اخر سندوتشين حرام اكلهم في حياتي. على فكره اني مره سمعت ابو الشيخ صالح في الخطبه بيقول ان لو الواحد جعان قوي ومد ايده عشان ياكل ما يجيبش عليه حد السرقه. لا لا بيجوب علي حد. لا لا ابو صالح قال كده. طيب ما عادي اهو. الله يرحمك يا ابو الشيخ صالح. انت مش فاهم احنا عملنا. احنا مدينا ايدينا ليه؟ عشان ناكل. انت كنت تعرف ما كنتش تعرف يبقى ما فيش اي ذنب عليك. يعني اتزفت واكل؟ طبعا بألف انا وشفا. ده انت تاكل قدينا ثلاث مرات. ده انت شلت لطفي في ايد واحده. ايه مؤاخذه مش حكايه هنقعد نحكي فيها. كل كل اهو جنب شوية العضلات دي احنا محتاجينها. قول ايه 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 خلاص ايه خلاص ايه هناكل كده عادي مفيش. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه نسينا مش صالح. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا حبيبك يا لطفي؟ ايه بلا حرز انت خالص صغير. انا عارف نفسي في ايه؟ ايه اولع في الحاره دي كلها. واد يا لطفي انا مش قلت لك مليون مره مالكش دعوه بالواد البايظ ده. بايظ ده انا ما اعرفش. اما هو اللي لازق لي وحتى انا مش عارف اخلص منه. ايه ده الكلام ده؟ يالا ايه انا حراق؟ ابعد عني يا ولد هتتلف امل الله يخرب بيتك. معلش اما هو يعني حلس اصله يعني. اهلا 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 بسخ المنصر. انت عايزه مننا ايه يا حاره؟ الله يا ابن لطفي في ايه؟ ما تهدي علينا شويه. انا ساكت ساكت لكن خلاص فاضي ومليت جبت اخري بصراحه. ابنك هو اللي بايظ وجرر ابني ده وراه زي طور الساقيه المتغمي وهما الاثنين هما الجوز خلاص نهيتهم قربت. ممكن ابوك تاخده على البيت بدل ما الليله تيجي. ما تسكت انت. امك ابويا اصلا مش بيكلمني. انا هظبطك الدنيا دلوقتي. ما كنت انت في دورة يا بتاع دورة. لا يا اختي ما تضربيهوش بالشباشي بتضربيه بالنار حتى. وانا قدام الحاره اهو بقولها يا حاره الواد ده لابني
ولا اعرفه، انا متبر منه. طول ما الواد ده ماشي ورا لطفي لا هبني ولا يلزمني. سلام عليكم يابا. يلا في ده يابا، سامحني يابا. اسامحك يا اخويا، روح يا اخويا لام حبيبك، خليها تصدق لك بالشباشب. يلا انت لو مش عايزين اكلمه تاني، وربنا ما اكلمه تاني لو ده هيرضيك. مش عايزك تكلمه خالص. خلاص خلاص بقى يا لطفي، امشي يا ولد امشي. عايز يالا امشي يالا، وش الاجرام اللي شبه ابوك من هنا؟ مش عايز اشوف خلع تالك هنا تاني. يلا العبوا مع ليستك، تعال نقصر بايا صحيح، تعال نقصر بايا. معلش يا امه، خلاص خلاص. ايوه كده نصفتني. ايوه امال ايه، وانا انصف حد تاني يعني غيري يا حبيبي؟ لا.